مرحبا بكم جميعا الفيديو تاع نهار اليوم اللي خصصته لعجينه السكر حبيت نوري المبتدئين في مجال كيك ديزاين بعض المعلومات على عجينه السكر وكيفاش يتعاملوا معها على بالي كثير من الناس ما يحبوش المذاق تاع عجينه السكر ولكن 80% المية. من الكيك ديزاين كيما راكو تشوفوا يعتمد على عجينة السكر باش نقدروا نبدعوا ونخدموا أشكال اللي رانا حابينها ونجسدوا أي فكرة في راسنا لازم لنا عجينة السكر <applause> نبداو بعجينة السكر الخاصة بالتغليف نستعملوها لتغليف الكيكات لأنها تقعد دايما طرية حتى بعد ما نغلفو الكيك بعد مدة يومين ولا بعد ثلاثة ايام تقعد دائما طريه فالناس كي يقطعوا الكيك يقدروا ياكلوها اللي يحبوا ياكلوها هنا حنوري لكم زوج نوعيات تاع عجينه التغليف هي تجي في احجام مختلفه تقدروا تشرو تاع 250 غرام كاين كي تاع كيلو للناس اللي يخدموا بها بزاف كاين حتى ل كيلو عشرة كيلو فكل واحد يشري واش يسحق وكل واحد وشحال يستهلك من عجينه السكر هنا حبيت نوري لكم الفرق بين هاد زوج النوعيه تاع عجينه السكر هذه النوعيه المتوسطه تتقطع لنا وتعذبنا بزاف في الخدمه وهذه النوعيه الممتازه اللي الثمن ديالها شويه مرتفع شوفوا شحال مارينا نغلفوا بها الكيك بكل سهوله وما تتقطع لناش ونقدرون نحلوها رقيقه فانا ننصحكم تجربوا نوعيات مختلفه مع عجينه السكر اللي تلقاوها في الاسواق وانتم خيروا اللي تخرج عليكم نشوفوا الان النوع الثاني تاع عجينه السكر اللي نستعملوه في الكيك ديزاين واللي هي عجينه الجام بيست ولا كاين اللي يقولوا لها المودلين بيست نقدروا نشروها واجده من المحلات اللي يبيعوا لوازم الكيك ديزاين ولا نقدروا نخدموها في الدار ونستعملوا فقط عجينه السكر تاع التغليف الخاصه بالتغليف ونضيفوا لها كميه من سي باودر ولا تايلوز باودر هي نفس نفس الشيء فقط التسميه اللي تختلف هي كل 200 غرام من عجينه السكر نضيفوا لها ملعقه صغيره من تايلوز ولا من باودر ونخلوها ترتاح مده عشرين الى نص ساعه ونتحصلوا على عجينه الجام بيست اللي نستعملوها في هذه الاشكال المختلفه اللي تجي واقفه فوق الكيك عجينه الجامبيست تسمح لنا نديرو تفاصيل كتيرة في الاشكال ديالنا وتخليهم ينشفوا بسرعه ايضا وهذا النوع الثالث والاخير من عجينه السكر واللي هي عجينه الفلاور بيست هذه العجينه يستعملوها بزاف المختصين والمحترفين المحترفين في عالم الكيك ديزاين يديروا بها الورد والزهور بجميع انواعها الخاصية ديالها أننا نقدروا نحلوها بزاف رقيقة فنتحصلوا على أشكال قريبة بزاف للورد ولا الزهرة الحقيقية الميزة الثانية على الفلاور بيست أنها تنشف بسرعة وتحافظ على الأشكال اللي رانا نديروهم وتسمح لنا نديرو تفاصيل بزاف كثيرة في الورد ولا في الأشكال اللي رانا نديروها هنا حبيت نوري لكم شحال تقدرو تحلوها رقيقه هاد الفلاور بيست شوفوا شحال نقدروا نرققوها وتخرج شابه نقدروا نرققوها اكثر من هاك وهي مرينه بزاف وتسمحلنا نديرو كثير من الاشياء اللي ما نقدروش نديروهم بعجينه السكر العاديه ولا بالجام بيست كاين اللي يضيفوها لعجينه السكر العاديه باش تولي شاده روحها شويه كثير من الناس يتسائلوا هل نستعملوا سكر بودره ولا مايزينا كنحلوا عجينه السكر ديالنا انا شخصيا نستعمل مايزينا لانه المنطقه اللي نسكن فيها بزاف الرطوبه فما يساعدنيش سكر بودره لانه يمتص الرطوبه ويخلي العجينه ديالي تتلاصق السؤال الاخر هو كيفاش نحتفظوا بعجينه السكر اللي تبقى لنا من الخدمه ديالنا ناخذ كيس بلاستيكي ولا هذه الاكياس البلاستيكيه اللي تتنغلق مليح ونديروا فيها عجينه السكر ديالنا ومن المستحسن ما نخلطوش الالوان كل لون نديروه في كيس بلاستيكي وحده ونستعملوا اي علبه اللي تتنغلق مليح باش ما يدخلهاش الهواء والرطوبه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا انا أتبقت لي كميات كبيره مع عجينه السكر ملونه بالوان مختلفه انا نتعمد كي ندير اللون ندير كميه كبيره لانه على بالي نستعملهم بشكل مستمر واللي ما يستعملش عجينه السكر بزاف من المستحسن يلون كميه صغيره فقط اللي يحتاجها واخيرا كيفاش نسترجع هذا عجينة السكر اللي بست لي نشفت كامل لانه نسيت ما درتهاش في العلبة البلاستيكية وخليتها برا هكا في الكيس البلاستيكي نشفت لي كامل واش نديرو آه نديروها في الميكروويف لمدة عشر ثواني ما نفوتوش عشر ثواني حتى تولي نطرية هكا بهاد الشكل ومن بعد اي آه مادة دهنية نباتية نعجنوها بها انا نستعمل زيت جوز الهند ولا الجليسيرين ونفضل الجليسيرين لانه يرجع لها اللمع ديالها يرجع لها اللمعان ديالها لهاد العجينه ديالي وتولي جديده نعجنوها مليح حتى تولي الحاله تاعها طبيعيه ونفعلوا السكر اللي فيها وهذا كان الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم اللي حاولت نجمع فيه كامل المعلومات اللي نعرفها على عجينه السكر وانتم مع الوقت رايحين تولوا تكتسبوا خبره وتولوا تعرفوا كاش تعملوا معها وحدكم وتصيبوا حلول لاي مشكل أه تلقاوه كي تكونوا تخدموا بهذه الماده هذه والى الملتقى في الفيديو الجاي ان شاء الله مع افكار جديده وتقنيات جديده وتزيين جديد ان شاء الله مع السلامه